السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منورات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المهر والحملة، نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو ما هو انفصال المشيمة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو بتاعنا عشان يوصل لأكبر عدد من النساء. محتويات الفيديو بتاعنا: انفصال المشيمة، أعراض انفصال المشيمة وأسباب انفصالها، مضاعفات انفصال المشيمة والوقاية من انفصال المشيمة، وتشخيص انفصال المشيمة وعلاجها. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. انفصال المشيمة، تعد المشيمة العضو المسؤول عن تغذية الجنين أثناء فترة الحمل، وتتشكل المشيمة عادة في الجزء العلوي من الرحم، وتنفصل عن الرحم بشكل طبيعي بعد الولادة ليتم التخلص منها إلى خارج الجسم. وفي بعض الحالات النادرة التي تشكل 1% من إجمالي حالات الحمل تقريبا، تنفصل المشيمة في وقت مبكر أثناء الحمل، مما يؤدي إلى بعض المضاعفات الصحية على الأم والحامل والجنين، حيث أن انفصال المشيمة قد يضعف إمداد الجنين بالأكسجين والعناصر الغذائية المختلفة التي يسبب معاناة الأم الحامل من النزيف. أعراض انفصال المشيمة، تحدث معظم الحالات انفصال المشيمة في الثلث الأخير من الحمل، وقد تظهر الأعراض بشكل مفاجئ أو تنفصل المشيمة عبر فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إلى معاناة المرأة من نزيف مهبلي متقطع. وقد تتسبب هذه الحالات بضعف نمو الجنين أو قلة السائل الأمنسي أو عدد من المضاعفات الصحية الأخرى. ومن الأعراض والعلامات التي قد تدل على انفصام المشيمة المبكر ما يلي: الشعور بألم في البطن والظهر، وغالبا ما يبدأ هذا الألم بشكل مفاجئ، حدوث نزيف مهبلي، وتقدر الإشارة إلى أن مقدار النزيف المهبلي لا يدل على شدة انفصال المشيمة، كما أن بعض النساء قد لا يحدث لديهن أي نزيف. انحصار الدم خلف المشيمة، صلبة البطن أو الرحم، الشعور بألم عند لمس الرحم، حدوث تقلصات متتالية. أسباب انفصال المشيمة، في الحقيقة لم يتم إلى الآن تحديد السبب الرئيسي لحدوث انفصام المشيمة المبكرة، ولكن يوجد عدد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، وفيما يلي بيان لبعض منها: المعاناة من أحد المشاكل، تخثر الدم، التعرض لانفصام المشيمة المبكر في حمل سابق، التعرض لإصابة في منطقة البطن، الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن أو بارتفاع ضغط الدم الحملي، أو الوصول لمرحلة ما قبل تسمم الحمل التي تعرف أيضا باسم مقدمات الارتجاع، انزياح المشيمة، الإصابة بالاستسقاء السلوي وهو زيادة نسبة السائل السلوي أو الأمونسي عن المعدل الطبيعي، التعرض للنزيف خلال وقت مبكر من الحمل، ممارسة بعض العادات غير الصحية مثل التدخين وتناول الكحول واستخدام الأدوية غير المشروعة، الحمل بتوأم أو أكثر، الإصابة بأحد اضطرابات الرحم أو الأورام الليفية الرحمية، إصابة بحالة المشيمة المحوطة، اضطرابات معدل نبض القلب للجنين، اضطراب عملية الولادة، القيصرية في السابق. مضاعفات انفصام المشيمة، قد يصاحب انفصال المشيمة عديدا من المضاعفات الصحية الخطيرة على الأم الحامل والجنين، ومن أهم هذه المضاعفات الآتي: ضعف نمو الجنين نتيجة عدم حصوله على الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى بكميات كافية، الولادة المبكرة، الإملاص وهي حالة تتمثل بولادة جنين ميت، تعرض الأم لبعض المشاكل تخثر الدم، حدوث صدمة في الجهاز الدوراني للأم نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم، الإصابة بالفشل الكلوي أو فشل بعض الأعضاء الأخرى نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم، اللجوء لاستئصال الرحم في بعض الحالات النادرة التي لا يمكن فيها السيطرة على النزيف الرحمي، الوقاية من انفصام المشيمة. في الحقيقة لا توجد إجراءات محددة يمكن القيام بها للوقاية من حدوث انفصال في المشيمة المبكر أثناء الحمل، ولكن يمكن التخفيف من خطر حدوث هذه المشكلة من خلال تجنب بعض عوامل الخطر التي تم ذكرها سابقا، مثل تجنب التدخين والحرص على حماية منطقة البطن والرحم أثناء مرحلة الحمل، لتجنب التعرض
لإصابة تزيد من خطر انفصال المشيمة. تشخيص انفصال المشيمة: يعتمد تشخيص انفصال المشيمة المبكر على الأعراض المصاحبة للحالة والألم الذي تعاني منه المرأة الحامل وكمية النزيف التي عانت منه، كما يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري وبعض التحاليل للدم ومراقبة صحة الجنين، وأيضا يتم في بعض الحالات إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية لتحديد مكان النزيف، وتقدر الإشارة إلى أن بعض حالات انفصال المشيمة لا يتم اكتشافها إلا بعد بدء مخاض الولادة، كما أن التشخيص الدقيق للحالة قد لا يكون ممكنا قبل الولادة، لكن تساعد الإجراءات والاختبارات السابقة الطبيب على اتخاذ الإجراءات المناسبة لصحة الأم الحامل والجنين. علاج انفصال المشيمة: يعتمد علاج انفصال المشيمة على العديد من العوامل المختلفة، وفيما يأتي بيان لبعض الطرق العلاجية المتبعة فيه بناء على شدة الحالة ومرحلة الحمل. انفصال المشيمة الخفيف في الفترة بين 24 ل 34 أسبوع من الحمل. إذا توقف النزيف وكانت حالة الأم والجنين مستقرة، فقد يقوم الطبيب بوصف أحد أنواع الأدوية التي تساعد على تسريع نمو وتطور الرئتين للجنين خوفا من حدوث الولادة المبكرة. ويمكن للمرأة الحامل في هذه الحالة العودة إلى روتين حياتها الطبيعي واستكمال فترة الحمل المتبقية. أما في حال استقرار حالة الأم والجنين، فتحتاج الأم إلى إبقاء فترة أطول داخل المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة. انفصال المشيمة الخفيف بعد الأسبوع 34 من الحمل، قد يلجأ الطبيب إلى تحريض الطلق بشكل صناعي أو إجراء عملية الولادة القيصرية في حال حدوث مشكلة انفصال المشيمة في مرحلة متقدمة من الحمل لمنع حدوث أي من المضاعفات الصحية الخطيرة. انفصال المشيمة المتوسط والشديد: في معظم حالات انفصال المشيمة المتوسط أو الشديد التي تكون مصحوبة بالنزيف الشديد أو بمضاعفات صحية خطيرة على الجنين والأم الحامل، يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية على الفور بشكل مباشر. يعد انفصال المشيمة أحد المشكلات التي تحدث خلال فترة الحمل، وهو عبارة عن خروج المشيمة عن جدار الرحم في وقت مبكر قبل الولادة. وكما نعلم أن المشيمة هي الجهاز المسؤول عن توصيل الغذاء والأكسجين من الأم إلى الطفل طوال فترة الحمل، وهي تتكون بمجرد حدوث الحمل. عادة تحدث هذه المشكلة في الثلث الأخير من الحمل، ولكن يمكن أن تحدث في أي وقت بعد الأسبوع 20 من الحمل، ويطلق عليها الأطباء الانفصال المبكر للمشيمة. ما هي أسباب الانفصال المبكر للمشيمة؟ لم يجد الأطباء أسباب واضحة لمثل هذه الحالة، ولكن هناك بعض التصرفات الخاطئة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه المشكلة. ارتفاع ضغط الدم أكثر الأسباب شيوعا التي تؤدي إلى انفصام المشيمة عن جدار الرحم في وقت مبكر، سواء كانت نتيجة الحمل أو أنه موجود معك كعرض مزمن. إذا كنت قد عانيتي من انفصام مبكر للمشيمة في حمل سابق، فأنت أكثر عرضة له في هذا الحمل. التدخين: إذا كان عمرك أكبر من 35 عام، إذا كنت تعانين من تمزق في الأغشية المحيطة بالرحم، إذا كانت كمية السوائل المحيطة بالجنين قليلة، وجود إصابة في الرحم نتيجة لصدمة أو حادث. ما هي أعراض انفصام المشيمة المبكر؟ نزيف مهبلي مستمر وإن كان بنسبة خفيفة، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. انقباضات فجائية ومؤلمة في الرحم تجعلك تشعرين بعدم الراحة، مثل انقباضات الولادة التي يصاحبها ألم أسفل الظهر، ألم مستمر في البطن. يمكن تشخيص الانفصام المبكر للمشيمة وعلاجه. من الصعب تشخيص الطبيب لهذه الحالة، ولكن إذا كانت لديك أحد الأعراض السابقة فعلى الطبيب أن يتأكد من خلال عمل هذه الفحوصات. عمل أشعة موجات فوق صوتية وستوضح له جزء من المشكلة إن وجدت. عمل تحليل دم لاكتشاف إذا كنت تعانين من فقر شديد في الدم، الأنيميا الحادة، مراقبة نبضات الجنين والتأكد من سبب حدوث التقلصات في الرحم إن وجدت. إذا اشتبه الطبيب في إصابتك بانفصال المشيمة في وقت مبكر، يجب عليك الذهاب للمستشفى للعمل اللازم تحت رعاية طبية متكاملة وأخذ الأدوية والمكملات التي يصفها الطبيب لأهميتها في محاولة علاج المشكلة والأعراض. أما في حال عدم استجابتك للدواء أو وصول المشيمة لدرجة لا يمكن معها العلاج،
مثل استمرار النزيف ففي الغالب ستخضعين للولادة قيصرية مبكرة. كيف يمكن تجنب حدوث مشكلة انفصال المشيمة المبكر؟ من الممكن حدوث هذه المشكلة حتى وإن كانت صحتك جيدة ولا تعانين عرضا سابقا، فلا يوجد سبب مؤكدا لحدوثها، ولكن يمكن أيضا اتباع بعض التعليمات لمزيد من الوقاية، الابتعاد تماما عن التدخين والمدخنين، معالجة ارتفاع ضغط الدم ومتابعة ضغطك باستمرار، إجراء الفحوصات بشكل منتظم خلال فترة الحمل، لا تهملي تناول حمض الفوليك الذي يصفه لك الطبيب يوميا خلال فترة حملك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير في حلقه جديده من قناتنا قناه منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقه احب افكركم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من النساء. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.